هذا العجوز مريض بمرض الهالزايمر، خرج يتجول في حديقة عمومية مع ابنه. ولده راح يطلب من المارة يبقوا معاه ويونسوه لبضع دقائق، الوقت اللي يروح يشري له الغداء ويرجع. كيفاش راحين يتعاملوا الناس مع الشيخ يفقد الذاكرة في ثواني وما يفرقش بين أهله والأجانب؟ شاهدوا معنا. عنده شوية هالزايمر كما يقولوا سايسة. الله ينورك يا ودي، ما تروحش عليا، ما تروحش عليا، ما تروحش عليا، ما تروحش عليا، ما تروحش عليا. هو مريض مسكين هالزايمر. السلام عليكم. عندي سلامات، واش راك لاباس؟ صحه لاباس؟ عندي انا ما حبك نشيل باب الفطار. منين تشري هيك؟ استنى شويه، قريب اللي نسيبو، قريب شي ما عنده. معليش قاعد معنا ولا لا؟ قاعد معك. اسمح لي بك، عنده شويه هالزايمر كما يقولوا سايس. نورمال، شوفوا لنا كاش ديروا الظل. ها ديروا الظل يا ودي، ديتو الظل قال لي حطني لهنا. هاني هنا فهمت، انا ديلو في خاطر واش حد جوج دقائق نكون عنده. عطيك صحه عم، ريح برك معايا يرحم والدي. صحه عمو. جوج دقائق يكون عندك. فهمت عمو. هو مريض مسكين بالهازايمر. هو مريض بالهازايمر. كش ما يكون ما درش على هبر. انا اسمي ادم عمو. ايه ادم عليه السلام. ادم عليه السلام ابو الانبياء. اول السماوات على الارض. يعطيك الصحة. وين تسكن ولدي؟ اسكن هنا انا. كيما سانك جوي. ايه سانك جوي، سانك جوي، سانك جوي. قول لي وليدي، انت وليد رابح؟ لا لا ماشي وليد رابح عمي، اصبرت واحد لا باش نتصرف معاك. هيا هيا نقعدلك نقابلك هكدا ونقصر. صافا عمو. جمل، انت جمل؟ راح يجيب الماكلة ويجي. ايه ما عنديش وليدي انا. راك مليح؟ طبعا. واش بك جمال؟ ها؟ واش بك؟ البان لي راك عيان شوية. سبحان الله العظيم، البارح شفتك تضحك، اليوم راك تضحك، وعلاه؟ الحمد لله. ولله الحمد، وليدي راح وخلاني؟ لا لا ما خلاتش، ما خلاتش. راك بكي شي الماكلة قال لي، وخلك معايا. قال لي دوك نشي الماكلة ونجي هنا. الرجال الفحولة ولاد الفاميلي عمرهم ما يسمحوا في والديهم. قلقت مني. وليدي وراه؟ دوك يجي، دوك يجي. قال لي اني جاي دوك يجيب لك حاجه تاعك. اكو قاعد تزعفوا مني كي راني انسان. نحوس على وليدي. لا لا ريح، لا الحاج دوك يجي، دوك يجي، دوك يجي لك هنايا. مال في خليني، 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 ما يخليك، مال في خليني، ما يخليك، ما والو. انا هنايا يخليك، حنا ندوك ليه. الله ينورك يا ودي، ما تروحش عليا، 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 ما تروحش عليا. انت عندك ولادك، عندك الدراري؟ اه عندي. سمحوا فيك كيما انايا؟ لا لا ما سمحوا فيا، الحمد لله. والله الحمد لله، الحمد لله. دوك سي صالح بزاف راهم يسمحوا في والديهم. اه بزاف. يلوحون في الطريق كيما راني هنايا، يلوحون في. ما يلوحكش، ما يلوحكش، راح يجيب لك الغداء، ما يلوحكش. سي صالح، سي صالح، ما تخلينيش، ما تخلينيش، ما تخلينيش. ياك انت ما تسمح فيا كيما اسمح فيا وليدي. لا لا ما تسمحش فيك. انت واسمك، انت واسمك، انت واسمك، انت واسمك، انت واسمك. انت واسمك، انت واسمك. واسمي احمد. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. قول لي، بغيت نسقسيك، انت تسكن في درع سواقي؟ تسكن في درع سواقي؟ ها؟ يا الدنيا اللي عندي لهنا. معليش. يا الدنيا اللي عندي لهنا نقصر، سبحان الله. سبحان الله.
كل 50 مليون وراء. الله غير لاباس الحمد لله. نعم بادي بابك الله أعلم ربح كنا ما في لا. كنا في الثورة. كنت في الثورة؟ نعم. شك أنت من المجاهدين؟ يا حسرة يا ودي يا حسرة يا مات يا مات. و سانك جوية تعرفوا؟ سانك جوية؟ نعم سانك جوية بلاصة؟ لا بصح بلاصة بصح الله أعلم رمز من رموز الثورة. الاستقلال يعني كل استعمروا فرنسا استعمروا الجزائر في 5 جويلية وتحرروا دولة الاستقلال في 5 جويلية. عيد الاستقلال عيد الاستقلال عيد الاستقلال. ناسك عنهم الرحمة والعطف والمودة، سخرهم لك ربي يا جزائر باش تبقى ديما واقفة. قولي انت اسمك جمال؟ ياك انت جمال؟ و 50 مليون وراهم؟ ما عنديش 50 مليون ماشي عيان راك مريض. الشراع الشراع ربي سبحانه قال لك ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. بصح العلماء يقولوا اذا الانسان كان مريض مرض يعني ميبراش منه نعم ياكل ويخلص الفديه وعلى وانا يوكل المسكين. انا ننسى ماشي مريض انا ننسى الناس كاع حنا كاع ننساو انا ننسى ايه قاعد ننسى. ما عندكش السكر يا اخي؟ لا الحمد لله ما عندي لا سكر لا محلى توابل الحمد لله يا ربي. الحمد لله. وليدي وراه او جاي اذا نصحك الحكيم خود بكلامه راه ديما يجيبها في الصميم. لا ما تقلقش راه وليدي راكم يسمحوا في بوياتهم وخوف تعود وليدي محفيه وراه. وين تكون انت الحاج؟ انا وين تكون؟ في تابلات دراس وقي تابلات طبلات. وفاش جيت لهنا؟ جابني وليدي وراح وخلاني. فاش جابك؟ ها؟ فاش جابك؟ جابني الكروسه قال لي روح نحوسو وجابني وخلاني. دوك الطبلات هذا مكان. ما شفتش وين راح قال لي نشري الفطور ونجي. لا 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 لا, لا ما اروح نشوفه روح لعند الحاج. انا يتبعني انا على راك مقلق الحاج. راح وليد وخلاني راح وليد وخلاني. لا ما راح 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 هرب 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 علي هرب علي ما راح ما والو الحاج ريح لهنايا راك انت كراك تسمش راك تسمش تروح انا هناني معاك انا راك تسمش وحده زوج راك انتيك خلوا الحاج شحال في عمرك الحاج؟ أنا؟ شحال في عمرك؟ 86 سنة. الله يبارك قد بابا. الله يبارك. الله يبارك. بابك قدي؟ إيه قدك. سي ربح. إيه. واسمه ربح؟ ماشي ما اسموش ربح، اسمه ربح. الله يبارك. على جال الرجال كيفك اللي بلادنا تبقى ديما مفخرة. الله يحفظك على كلامك وتربيتك. بلاد هذه كيفاه؟ وسع على خاطرك ودي هي الدنيا. نعم هذه هي الدنيا ما تقلبش لخاطرك والسحاب عيد وخلاص. نعم والموت كاينه وتكون. نعم ما تقولش كذا وكذا تقلب قلبك وتمرض. نعم هذه الدنيا والدنيا صعيبه والمرض قاعد يجي للناس ماكش غير انت سمعت. دوك انا كي راني كبرت وراني ننسى. نخاف يتقلقوا عليا الدراري. ما مع وليدك ما يتقلقوش بالك. ياك انت ما تقلقتش مني؟ لا ما تقلقش والله يرزق الشيبه لكل مؤمن. ان شاء الله والله يرزق الشيبه لكل مؤمن. وهذه هي الدنيا الواحد يمرض واحد يموت واحد هذه هي زبده. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا شكونه؟ هذا ولد السيد. اسمح لي يا اخويا علاش فال هذا فال علاش دوكا جاي خويا دخل الدار البارح وسنجوي رحت لسنجوي حجزت دوك ما جا جاي خويا وهنا وانت وين رحت ها وين راه في الداخل كامل وين ديسبونسير هذا كاش ما ديسبونسير لكم من قبل يا اخا كيف خلاص دوك كيما قالوا جاي خويا واش مسحقات راه بارك الله فيكم
وشكون شكون داهم لي وراه وراه وليد هاهو يا جمال وليد تنسى وليد كيما ننسى سي جمال الله يجعل ان شاء الله يمتنا كاع جمال الله يفتح علينا ماشي كان سيتي جمال هنايا ماشي كان سيتي جمال صحيح هذا هو وليدي بارك الله فيك صحيح بارك الله فيك بسم الله كنت ماشي تقول لك يقول لك هو اسمه علي 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 وانا بالك انا شحال يعيطوا لي عندي 5000 سماوات الله يبارك الله شوف انا وسمني صالح الله يجعلنا من الصالحين ان شاء الله يعيطوا لي مصطفى الله يجعلنا من المصطفين ان شاء الله يعيطوا لي صابر اللهم اجعلنا من الصابرين يعيطوا لي ناصر الله ينصرنا ان شاء الله والله غير كل خطره شحال وعد يعيط لي وليدي ما وليدي ما شفتوش وليدي عشك عشك اقعد معايا وليدي اقعد معايا اقعد معايا وليدي اقعد انا هنا لحالي انت واسمك ابراهيم؟ انا واسمي ابراهيم ياك ما تسمحش والديك انت؟ انا عندي بابا ويما هما البركه بارك الله فيك ماشي كيما وليدينا راح وسمح فيا راح وخلاك يا الحاج شوف أنا نقول لك حاجه الحاج لو كان دوك وليدك راح نعم نديك حتى لطابلات للدار نعم تعرف يا اخي الدار النون طفابي تاعك نديك حتى للدار ننسى او جا يا ودي ميت الحال شوف يا ربي الحاج كون داير في طابر يا اخي الله يسلمك يا اخو لا والله يا ودي انا من داك المتقلق على خيرك يا رحت وخليتني رحت وخليتني رحت وخليتك شو راه راجل زمان حوسك على الفطار رحت وخليتني الحاج يا الحاج ما يخليكش وش بيه هذا بارك الله فيك بارك بارك ما خصك والو يا اخي عمي الحاج بارك الله فيك كاش ما تسحق ولا انا هنايا بارك الله فيك كاش ما تلف لك ولا انا قاعد مليك معاك بارك الله فيك اخويا ميرسي بوك لا والله يعطيك الصحة خويا ميرسي الله يعطيك الصحة الله خيرك شيخ امين ورا 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 الله يبارك ماشي واسمك أحمد انت واسمك أحمد انت ايوا ما تقلقش هي الدنيا والدنيا موت اصلش دوك ندير الدار وخير الدنيا موت موت هذا وليدي هذا وليدي هذا وليدك صح انا عارف مو معني بالخير ان شاء الله خلاني ما يخليك قلت لك خليتك ولا ما يخليك ما يخليك ياك انت ما خليتنيش لا ما خليك ما خلوش وليدك ما خليك الله يبقي يستر ولادك ما خلوش الله يشافيك اللهم امين وليدك ما يخليك يا راجل ان شاء الله آمين تذبحك يا حمار بإذن الله تذبحك يا حمار بإذن الله بابك ما عندكش من المكان بابا اها ولا يمه في مكان الحال عبدي تركض لك زدنا زدنا بلعب وزدنا بلعب اها لا بابا ما فيهاش المشكل كاع آمين داك تقلق بصح تقلق بزاف الله يرحمك تقلق في الحال ايوا عمي بارك الله فيك ويعطيك الصحة بإذن الله دخلوا ديريكت مول الدار دوك عمي قد تبدو الحالة هزلية للبعض لما يتعلق الأمر بمرض الهالزايمر لكن الحقيقة مرة وقاسية للغاية لمن جربها في أهله لأن المعاناة ديما تبقى مستورة داخل البيوت وفي أذهان العائلات اللي تبلت بهذه البلية الكبيرة الحقيقة تظهر لما تسقط أقنعة الحياء بين الأبناء والوالدين لما يستلزم الأمر على البنت أن تغسل والدها وهو في حالة تشبه طفل صغير أو لما يصبح الحل الوحيد لأمن الأم أو الأب المريض
أن يربط من طرف أبنائه في سريره خوفا عليه أن يغادر البيت في جوف الليل، وأمور عديدة أصعب من حالة إلى أخرى. لا، الزهايمر مشي مرض هزلي، بل هو جنون يصيب أغلى وأعز الناس في عيوننا وهما الوالدين. وهذا الابتلاء اللي يدخل الأبناء إما للجنة وإما للنار. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.